والحقيقه يمكن الغياب السوليه في الماتش اللي جاي، وديانج لو راجع يعني حضراتكم عارفين طبعا، واحنا يمكن عرضنا الفيديو انا وساره امبارح انه الراجل بياكد انه سفره بعد زين كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي كان بسبب استخراج جواز سفره عشان يقدر ان شاء الله يسافر مع الاهلي للمغرب، يرجع يبقى جاهز للمشاركه في ماتش دجله ولا لا دي لسه حاجه في علم الغيب. وبالتالي خط النص في الاهلي بيغيب عنه السوليه واحتمال كبير جدا ديانج. عندنا فتحي ممكن يدخل مع بقى ربيعه، ممكن يدخل انا بكلم فتحي الاولاني حمدي فتحي، فتحي الثاني هو كابتن احمد فتحي، انه احمد فتحي في اوقات كتير جدا بيدخل في نص الملعب وبيجيد الحقيقه، عنده خبره كبيره جدا في المكان ده، وبيتهيألي انه فرصه صالح في الظهور في المباراه دي اقوى بكتير جدا حتى ولو ما شاركش من البدايه، فاعتقد انه هيبقى عنده مساحه اكتر بكتير جدا من مساحه مشاركته في ماتش المصري. وعندنا طبعا كابتن مجدي قفشه ايضا كمان جاهز في الحتتين، يا اما يلعب دايره او يطلع ينزل ورا راس الحربه والاجنحه، واعتقد انه برضو لعب في الاثنين واثبت فيهم يعني امكانيات محترمه. انت شايف احسن سيناريو ايه؟ سيناريو للماتش ان احنا نكسب في جميع الاحوال. لكن بيتهيألي يعني في ماتشات كده، وبيتهيألي منهم ماتش وادي دجله من الماتشات الفرصه ل انك تجربي وتدخلي لعيبه في مراكز غير مراكزها، وتنزلي لعيبه ممكن كانت بعيده عن التشكيل عشان تديها فرصه انها تاخد جو الماتشات، زي ما كريم كان لسه بيقول دايما الماتشات الرسميه او فورمه الماتشات الرسميه مختلفه تماما عن التدريبات، واحساس اللعيب في الملعب في مباراه رسميه مختلف تماما عن التدريبات. فاعتقد ماتش وادي دجله من الماتشات دي، خصوصا دايما وانا بتكلم بشكل يعني منطقي احنا عندنا فارق مريح جدا، واعتقد ده بيدي اريحيه وبيقلل من حته التوتر والضغط النفسي والعصبي على اللعيبه، غير لما يكون في فرقتين ثلاثه ورا منك بيطردوك على صداره البطوله بيبقى في تخوف شديد جدا من اي مجازفه، ده مش موجود. وبيتهيألي انه الثلاث ماتشات اللي جايين فرصه كبيره جدا للاستعداد لماتش الوداد ان شاء الله.